السلام عليكم. لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله. إن أعجبك الفيديو لا تنسى الإعجاب والاشتراك في القناة. وعندي سؤال آخر إذا كان ممكن نزيد سؤال آخر. بالفرحة لله. الله يخليك دكتور. عندي هذا البنت الأخت ديالي كانت هكا تطيح كذب العصاب وبهذا شوية كي جبنا لها واحد السيد قال لك يعني باش تدير لها رقية قال لك بأنه راه مالكها شي حد شي جن وهذاك الجن تيهضر معاه قدامنا وتيقول لي شكون انت يعني خصك تسافر انت ماشي مسلم انت واش انت تيهضر معاه بحال هكا وتيقول لي انت غادي نصيفطك فين تسلم مشيتي وصلتي لمكة وصلتي لهذا هكا تيهضر معاه كانه تيهضر مع شي حد قريب وهي كتجاوب معاه تتجاوب معاه يعني بصوت عادي وهذا ولكن يعني بغيت غير نتيقن دكتور الله يخليك واش ممكن الجن يدخل للذات ديال الانسان ويتكلم باللغة الانسان ويتحكم فيه لهذه الدرجة هذه يعني احنا كنعرفوا بانه كيقول الله سبحانه وتعالى ان مسكم طائف من الجن فاذكروا الله هذا الشيء الى ما نكونش خطأت في هذا يعني طائف ماشي مس ماشي دخل فيك ماشي سكن ماشي هذا هو السؤال ديالي بغيت نغنم واش ممكن الجن يتلبس في الانسان يدخل يتحكم ليه في حياته يتحكم ليه في هدرته يتحكم ليه في هذا. لالا خديجة جوابا على سؤالك الثاني القضية ديال المس اي نعم اذا مسهم طائف من الشيطان كاين هناك المس وكاين هناك الصرع هناك المس الجزئي وهناك الصرع الكلي المس يكون جزئيا في مس اما الكتيف او الركبة او الصدر تلقى بعض الناس عندهم واحد الحالة غريبة ماشي بيليبسي وكدي عن طبيب يقول لك كذا المرض العقلي ديالو سليم الجهاز النفسي سليم كاين المرض الروحي لان كاين الجهاز العقلي والجهاز النفسي والجهاز الروحي فبعض المرضى خصوصا الشباب البنات في سن 18 عام 24 عام كيتصابوا بالمس العاشق وفي الغالب الا كانت البنت منظوره وجميله وكانت كتنظر للمراه بالليل كثيرا او كانت كتجمع الاعصاب وكيقلقوها ودير لها حصار وكتشعر بالاسى هذه كلها عوامل كتسبب في المس كيجي المس العاشق كيقدر يكون جزئي طائف كيجي غير افكار في الاول طائف كيجي غير خواطر ذهنيه وكاين المس كيجي جزئي في عضو معين اما في اليد او في الركبه الا كان في الركبه اليمنى نصراني الا كان في الركبه اليسرى يهودي الا كان في الصدر مسلم وهذا الصرع يصيب الجهاز العقلي المخ ومن ثم كيفقد وربي تكلم عليه ربي تكلم على اكل الربا قال الذين ياكلون الربا لا يقومون الا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس وسيدنا أيوب عليه السلام اللي هو نبي قال ربي إني مسني الشيطان بنصب وعذاب فممكن يوقع ولكن الحالة اللي تكلمت عليها كتسمى التلبس التلبس وهي أنه كيسكن كيدخل كيلبسه كائن غائري كيلبس كائن آخر وهذا يقع حقيقة كل اللي كيوقع عنده أوهام ولكنه في الأصل يقع والحوار قد يتغير النبرة الصوتية وقد يبقى نفس النبرة الصوتية هذا الراقي يبدو بأنه عنده خبرة لأن أحسن طريقة في الرقية كتستنطق ذاك الجن كتقول قل أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء وكتضرب اللسان ديالو باش ينطق وملي كنطق كتحاوره أحسن طريقة للعلاج قراءة القرآن الكريم مع الحوار كتحاور معه كما حاور أبو هريرة رضي الله عنه حاور الجنية اللي كان كيسرق الحديث في صحيح البخاري وأحسن طريقة أنه إذا كان غير مسلم يهودي أو نصراني أول شيء يعرض عليه الإسلام قبل ما يقول لي خرج من الذات يعرض عليه الإسلام أول طريقة كيقول لي لابد قل أشهد أن لا إله ما بغاش كنقرأ عليه آيات العذاب وكيتحرق وكيعرف التأثير ديال القرآن وكيسلم وقالت اليهود عزير بن الله وقالت النصارى المسيح بن الله ذلك قولهم بأفواههم يضاهون قول الذين كفروا من قبل قاتلهم الله قاتلهم الله قاتلهم الله كيتعذب وكيعرف قيمة القرآن فيسلم فإذا أسلم كتقول لي بالآن سلمتي لا يليق بالمسلم أن يؤذي أخاه المسلم وهذه أختك المسلمة لا ينبغي ولا قال لك لا بغيتها وما قدرتش عليها كنقول لي سوف أرسلك إلى مكان فيه المسلمين من أهل الجن وفي الغالب كيصيفطوا إلى مكة المكرمة وفي مكة المكرمة على بعد 7 كيلومترات من الحرم الشريف
هناك مسجد كبير يسمى مسجد الجن، هنالك تحلق الجن وتحدثوا مع النبي الكريم وقد نزل الوحي في ذلك، قل أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن فقالوا إن سمعنا قرآنا عجبا يهدي للرشد. فهادشي ديال المسرح حقيقي كاين، كل كيزيد فيه كل كيدير تمثيل، ولكن الأصل أنه موجود حقا وأن في حوار، والعلاج يكون بالآذان، نسمعوا الآذان، نتبعوا الآذان. اللي كتسمع الآذان كتكون عندك أول تحصين، ثم الوضوء، نجدد الوضوء عند كل صلاة، ثم لا نفتر عن ذكر الله تعالى، الذكر دائما، والصلاة على النبي الكريم فيها طيب. وكنستعملوا بعض الأعشاب الأخرى بحال العود بحال المسك، هذه كلها الطيب ينفر منها الجن. والدعاء هو مخ العبادة، نسأل الله تعالى أن يشفي هذه البنية وأن يحفظها ويشافي جميع مرضى المسلمين. بجاه النبي المصطفى الكريم، بحرمة وبركة وسر بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد، طب القلوب ودوائها، وعافية الأبدان وشفائها، ونور الأبصار وضيائها، وقوت الأرواح وغذائها، وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وإلى حلقة الغد بإذن الله تعالى. السلام عليكم، لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله.